اللي ربع ساعة عشان البري ورك اوت واحس انه ودي ايش؟ تعودت ليش صاير زق؟ اقسم بالله صاير زق اليوم والله صاير زق اليوم كل يوم انا زق من وقف فيك خير وقف انا رجال يلا وقف. والله وقف والله الساعة 5:15 الفجر توي صاحي بلبس رايح الدوام اليوم بمشي الكويت حلوين قاعد انشف انا الحين قاعد انشف فإذا رحت الكويت ما راح أقدر أحسب أكلي زي الحين فهدفي من روحة الكويت إني أروح وأرجع أنا اليوم الأربعاء بروح بأكد الخميس والجمعة السبت برجع هدفي إني أرجع بدون ما أزيد ولا شيء يعني وزني يظل ثابت أو ينزل شوي بشرط إنه ما يزيد هذا الميزان بشوف وزني الحين كم 86.1 هدفي إني أرجع من الكويت الرقم هذا ما يزيد أنا طالع من الدوام من الظهر مفروض ما أطلع لآخر العصر أذني طالع من بقيق راح الخبر بأخذ حوالي بستلمها وامسك طريق الكويت لازم تقولون دعاء السفر أما نظام كريميري يدق الخط وشغل أم الأغاني لا يا أبوي أخي دعاء يعني يمكن يحفظك الله يجزاك خير يا شيخ يعطيك العافية نضحك قاعد اشوفها نضحك كلنا مع بعض ما اشوف شيء رايح اخذ اسامه من المطار الحين مطار الكويت يا سلامه سلامك ايش رايك بالشنطه الكبيره ايش فيك بعد بيوم ما سبلمنت الحمد لله السلامة يا ابني كيف الرحلة؟ شو اخبار؟ صور فيديو روح احسب سناب والله لا مو سناب هذا فيديو كل عام وانتم بخير يا الكويتيين اسمع وصلنا الكويت هذا وصل برا انا وصلت طيارة احنا هاي كلاس دلوع طيارة هاي كلاس فايف ستار شغل حلو بس مشكلة بالايفون 6 ما قد صور فيديو زي كذا مع جوال رخيص هذا مغبر من عامل فيل وقاعد يصور فيديو ما ادري شو اقول لا تخليني ادعي عليك اقسم بالله جوالك ذا يتحول نوكيا بصمه ايفون 6 يا ولد يتحول بصمه يا حيوان ايفون 6 يا ولد طلع العنوان بس لانه وصل الجرة شوف كفيل العراق شوف كيف شوف كيف رش عليك رش عليك والله جاهز لا يلغى شكلك حتى عن شكلك جاء الجوال يا الزق شفت طبعا هذا فطوري بالفندق خدت لي هنا بيضتين شوي شكشوكه برضو يعتبر بيض شوي فول في كارب والياف وحبتين توست طبعا طول ما انا جالس في الكويت هنا بحاول اخلي اكلي لو كارب لاني قاعد انشف وزي ما قلت ما ابغى وزني يزيد ورع اخلص ساعه راح هذا ربع مره اقول اطلع احنا رايحين اكسجين شوف هذا الجيم اللي زي الناس تجي ناقصك شيء تجي تشتريه من هنا اوه زي شنطتي السكس باك هذه تحط فيها اكلك عندهم كل اللي تبي بروتين امين وبي سي اي قاعد يسوي اطاله للصدر تمرن صدر الحين سخنا قبل شوي في الجهاز هذا يمكن 20 عده بوزن خفيف والحين بندخل اول جلسه توصل لهالمرحله وانت تتمرن شوف وجهك بالضبط هذه المرحله اللي نتكلم عنها هذه اهم شيء ايش؟ تركز وانت تسوي تشبك هذا بهذا الاكوار تخيل في نقطه هنا ونقطه هنا تبغى تجمعهم مع بعض اوكي اول رايت اكوار مو على فوق الاكوار داخل بس شوف اي اصرهم هنا شوفون الخط هذا
شوف كيف يثبت، يثبت فوق ثانية، يثبت ثانية وينزل. حتى في النزول هو يتحكم في البار، هو اللي ينزلها على كيفه، مو بتنزل بسرعة. خلص قبل الكارديو، أنا حارق 200، بنروح الفندق تروش، بنقابل الدايت نينجا في مطعمه، تابعونا. أنا مخلصين. بناخذها بعد الكارديو، ما اخذناها قبل. تبي تاخذ قبل سيراجع لك، بس بتغثك، تقدر تشرب منها شوي شوي لين تخلص الكارديو. فتو سكوبس هنا، شوف كمية الموية، نص ربع، فيني العافية. سامة يا اخي في خاطري يدز. انا وسامة رايحين بنقابل الدايت نينجا، اللي ما يعرف يكتب ذا دايت نينجا في انستغرام، في تويتر. سلام عليكم. هذا محله موجود اتوقع عند المباركيه، سوق المباركيه، اسمه انجريدينتس. اجمل ما فيه انه يحسب لك الماكرو حقه الاكل ويكتب لك اياها في علبه. فنستناه يجي الحين وعشان يعطينا طلبات زي الناس. انجريدينتس بيبي، انجريدينتس. عشان تعرفون قديش الماكرو مهمة جدا، شوفوا هذه الطلبات حقتها. شوف ما يعطيك الديتيلز، يقول لك هذه كي كال، يعني هذه سعرات حرارية 215 في 30 جرام ونص بروتين، 4.5 كارب، 8.5 فات. ميزة بعض الوجبات عنده، خلينا نشوف هنا وين فايبر. دقيقة، هذا فيها 7.5 فايبر. السايدز، شوف فايبر فايبر فايبر، عشان تعرفون قديش الفايبر مهم. فايبر طبعا عندهم الانستغرام، بحطه على الشاشة الحين. يا ساتر، حس بجرس الدور. بحط الانستغرام على الشاشة وادخلوا شوفوا. انا هو الطلب امامي تشيكن، شوفوا الماكرو، كاتب البروتين والفات، هذا ما في كارب ولا فايبر. هنا سويت بوتيتو، بطاطس حالي، 42 سعرة، 4 بروتين، 46 كارب، 7 فايبر و4 فات. اللي بعده يا مدير. هذا الطلب الأول، باقي اثنين. والله في المخ، في المخ. ويوز هاو هاو ذا فاتيسا مامي تشيكن، هوب يو انجوي سير. بيرفكت، جامد، اقسم بالله جامد. والله جد مامي تشيكن اتس بيرفكت. والله بيرفكت. اللي حقت الكينوا، this is right. Red quinoa. Okay. نطالع، ما راح أتكلم صراحة، باكل. Damn. حتى رزهم جامد. قول لي ما شهي. First bite. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب الكينوا. وهذا الطلب الأخير، شوفوا ما راح أتكلم. جاهزين؟ لازانيا يا حبيبي. شوفوا 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 الكارب 33، بروتين 30، 6 فايبر و 12.3 فات. اللي قبل شيء كان سبايسي اللي هو الكينوا. اضطريبني يا حبيبي. بك معنا هي سمير خان. سمير خان، تجون عند سمير خان وتقولوا له ايش طلب نواف، بيعطيكم اياه. لا تنسون الوافل، في عنده وافل. اي وافل، ما طلبت انا لان ما ابي اكل هالبرد. شوفونه بعد شوي. المخ، اللزانيا في المخ. شوف 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 الطبقات. احلى ما فيها انه ما فيها كارب كثير. Thank you so much. Thank you sir. You're very nice. Hope you enjoy the food sir. ان شاء الله. هذه اخر وجبه. اخر وجبه، هذا الطبق الرابع، ثلاثه ما كفوني لان الاكل جامد. هلا بالعيال. خليني اوريكم الانجريدينت اول. يا رب ما اصور بالفرونت كاميرا. 12.5 بروتين، 33 كارب، 7 فايبر و8.8 فات. سلم. وير از ذس اون توب؟ Almonds. Almond and what is this? This is the banana sauce. Banana sauce. Oh. Damn.
يعطيك العافية فهد، ما قصرت على كل، وإن شاء الله الحساب يوم الحساب. يعطيك العافية. هذا حنا في محل هيلث هاوس. هيلث هاوس. لقيت الشيء اللي أدور عليه عندهم. اليوم رايحين بلاتينوم على البحر، قلنا نجرب. هنا خوينا صدري عود يتمرن هنا. كل مكان صرت ممتع. شوف الصدر برا تسحبها بكواك. تركيز. لا ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ 3 بليتس ما شاء الله. صح عليه. الممشى اللي سويناه في الرياض جاتني اصابه في رجلي هنا، صار لي اسبوعين ما مرنت رجولي. ف شوفوا 1 بليت هذا الوزن اللي حمي فيه، سوي شوي شوي بحيث اني اضخ دم، استنى الى بكره اذا لا زال عندي الالم بوقف رجول كم يوم لين يروح. الحين مختفي الالم بس ما ابغاه يرجع، فحبة حبة لا تهايط، حط اوزان وتاكلها على راسك. رايحين فريج صويله، ما اكلنا شيء في كارب الصباح، فطوري كان زي فطور امس. رحنا تمرنا ظهر ورجول كوادز بس من قدام. هذا انا رايح فريج صويله، الدنيا زحمه، مسيره زحمه، الاخلاق هنا. نبي وشو؟ الله عليك. رايحين الفريج صويله، الزبده اخذنا ساعه لين وصلنا من هالمسيره. من ورا من ورا. اخذنا مسحب دجاج، مشويات، مجبوس لحم، مجبوس دجاج. حسنا ام صحون. يا العافية. تونا مخلصين طبعا. انا بكذا قفلت الكارب اللي علي اليوم كامل. الصبح ما اكلت الا يمكن 20 جرام كارب. هي اليوم بكره اكلت 20 جرام الصباح، فاتوقع هذه بمثابه 180 جرام كارب. الوجبه اللي بعدها بتكون بروتين صافي، ستيك ولا سالمون ولا دجاج. والله المطعم جدا عادي صراحه، انا رايي كان سيء اليوم بعد، فما ادري وش المميز فيه. والزحمه قاعدين ساعه ونص اساس يجي الطلب عشان ندخل، ما في اي شيء مميز عن اي مطعم ثاني يبيع رز ولحم وزبادي بالخيار وشربه. والله العظيم ما ادري صراحه. نازلين سيفكو، طبعا ما عمري دخلتها، اسامة يمدح لي فيه. وش عندهم اسامة؟ اسامة عندهم تميس وفول ومعصوب. لا عندهم اغلب الاشياء تلاقيها بر فيها، يعني اشياء تبع الدايت. فبدخل بشوف لي بينات بتر، بشوف لي يمكن تورتيلا، بخش وبشوف. 15 جرام بروتين، 8 فايبر، 1 شجر. طبعا انا ما تجوز لي هالاشياء صراحة. بسم الله عليك. انا احب اني اكل اكثر من اني اخذ اشياء زي هذه. اذا ما عندي وجبه اقدر اكلها باخذ. ارسنال لا تتكلم ولا كلمه. ارسنال خرم في الكوره ولا تابع كوره. ارسنال بيل. هنا ايش؟ الموند بقر 14 جرام بروتين. وش هذه؟ شوكولات ألموند. والله باخذ واحد. كم شوف الانجريدينت، ما بشوفه ترى، شوفهم الكام. اخلص سو فوكس. الله يخليك. 5 جرام فايبر، 14 بروتين. ديم والله لا اخذ امه. ألموند بيتر، ألموند شوكولات. هذا اللي اخذته شوكولات ألموند. شوكولات صح. والله وان از نوت انف. هذا ايش؟ بتر. لا باخذ شوكولات. تشيل ودي يا ربي. جاناهم اخذناهم صراحة. اول شيء الفات فيه عالي، ثاني شيء سعره تقريبا 70 ريال. خير يا بود، 70 ريال ولا قد 3 ايام. اي والله. كاتشب اللي عندي. هذا رديوس شجر. ون جرام اوف كاربز بس كل 16 جرام على الميزان. شوفوا هذه الشركة اسمها وولدن فارمز، طالعوا فري كالوريز، صفر كالوري، صوص
بيست اون ووتر. اي شيء تبي، تبي صوص، اتذكر عندهم سيرب بس ما اشوفه هنا. في ثاوزن ايلاند صوص كله زيرو كالوري، ما في شيء، ما في الا صوديوم. لو تلاقون صوديوم اللي هي املاح مليان صوديوم بس. يلا فوكس انت يا اخي، معليش ايفون 4 ترى حلاوه. هذه كامله كامله حلاوه، هذه حلاوه مص. 15 جرام بروتين فيها كامله، 2 جرام نشويات فيها كامله. بس تخيل يلعن ام الدوله اللي حتى الظاهر المويه اللي عندهم فيها بروتين، مو الخناس اللي عندنا. اقول ما شاء الله يا حظك. تيم بانكيك بس الزبده والله العظيم، معليش شوف الاسعار، هذا ب 12 دينار وكم يكفي هذا؟ كم سيرفنج؟ في 10 بس، يعني 10 بانكيكس وانتهى الموضوع. والله تو ماتش يا جماعه. هذا رز، انواع رز هنا بالمايكرويف 90 ثانيه بالمايكرويف ويستوي، تشقه بس شوي 90 ثانيه انتهى الموضوع. والله ماني بعارف امشي قسم بالله، الجينز من كثر المشي حق ام فخذي من هنا. يلا مشينا. يا اخي خذ قدام الاوادي في السوق، خذ مجرح منها، خذ مزرعه، امشي زي الناس. يغسل المعدة. هذه كلها خبز مكسيكانو بيني، لو كارب لو فات لو كارب. نشوف، يقول لك كل حبة. يلا يا زوم يا فوكس، 2 فات 13 وسلم يا الفايبر. يا حبيبي تحسبني ماني بشايله كله؟ شيل. المهم ترى مو شرط انك تشتري اشياء غاليه عشان تسوي دايت زي الناس، ولا هو ضروري انك تشتري اشياء من برا عشان يصير عشان يطلع لك جسمك. علق يلا. الله يسلمك. الحين ترى متهاوشين اليوم ها؟ انتم تقولون مرونه، انتم تاكلون كل شيء، طب ليش تاخذون اشياء قليل سكر وقليل دهون؟ لان الدهون ممكن ابغى اخذها من مصادر ثانيه مرونه. انا ابغى لو اخذت مثلا سنيكرز بضيع دهون كثيره فيه، فبضطر اني اخذ باقي اكلي دهون قليله، اوكي؟ نفس الشيء في السكر، ما اخذ كاتشب من غير سكر مثلا، لاني باخذ السكر من مصادر ثانيه. حط ممكن تصور لهم اللي صورت الخبز اللي قبل شوي. طيب اعصابك كيف ماشي؟ خلاص كمل انت روح. النفسيه ذا دخلت علينا ها؟ والله بيقولون ذا متهاوشين اليوم. ترى منفس علي نواف له كم يوم ما ادري ايش فيه صراحه. والله حرام عليك. لا يغركم، مسوي طيب عزيز وغالي، مسوي طيب ترى، ولا هو ما تعرفون انا اللي اعرفه. السلام. والله حتى صغيرة تقضى بروتين ها؟ مكارب في الليل تسمن. قم هرول. طبعا من الجوع هذه طبلية دجاج، وهناك معجنات زعتر وجبن. آخر شيء ظاهر انها كفتة، الظاهر الظاهر. فأتوقع اني بقفل كل الكارب حقت اليوم، هذا الفطور، بعدها ما راح اكل ولا شيء فيه كارب. الزبدة هذا الشيء جدا لذيذ. جت الاطباق الباقية، حمص، رز، ما راح ناكل رز، وفي مشكلة هناك. باقي شيء؟ باقي حلا. بنزين. برجع كم؟ واضح الساعة 3 تقريبا. قول ده السفر ونتوكل على الله. توي راجع من الكويت، اشوف وزني 86، نقصت 100 جرام الحمد لله، يعني ما زدت زي ما خططت، صار في امل. يا خلك رجال، قول اسامه انزل من سيارتي. ما اقول هذا لك محشوم، انت جاي عندي، هذا امر محشوم. لا ما شيء واضح، لا لا ما نزلك ما نزلك. هذه حشمه. لحظه، تحدي وش؟ انا قلت تحدي، قلت لي ما فيك خير وقف وقف. طيب وش مطلوب؟ لا 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 من نفسي خلاص حبيبي، انا بسامح. وخر يدك، وخر يدك.